السلام عليكم اخوتي، ان شاء الله راكم بخير. اليوم راح ندير لكم فيديو اللي ربما تفيد بزاف 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 للناس اللي عندهم 208.2 في تي. كاين مالين سيارات راهم خسروا دراهم كثيره على سياراتهم فيما يخص كي يديروا ريفيزيون، راه يبقى في الرارونتي اللامبا تاع الزيت تشعل، ولا ساعة ترمش وتطفى، ترمش تطفى، وكي يمشوا تطفى. خوتي المشكل هذا كان جماعة خسروا حتى ال 11 مليون عليه. واحد يقول لهم ديفازر، وهذا الديفازر كيفاش كونتروليه؟ تحكم الاربع كام وتدور هكذا، تدور هكذا هكذا ولا هكذا، الا شفت ما فيه جو قليل راه مليح، فو با تبدلوه. تشو قالي هذا واحد سقسيته قلت له شحال، قال لي دير، راهم يديروا زادوا غلاو، يدير 11% في زوز هذا وحدهم، يديروا زملاين وميتين، مالا ما تروحوش ليهم. كاين اللي يقول لك ربما لي جوان سبي اللي يجوا ما بين البلوك والفوكارتير، كاين اللي قالوا له بدل لا بومبا الويل، نحى الموتور بدل، وبدل بدل لي ديفازر، بدل بومبا الويل، زاد افتح الموتور بدل لي جوان سبي تاع الفوكولاس الفوكارتير، وجوان سبيس جي في لا بومبا الويل، وبدل لا بومبا الويل، والمشكل قاعد هو وكل واحد يعطي له راي ورايح فريمون ما عرفش واش يدير. وسيارة دو سويت راهي ما شاء الله كونفور وما شاء الله، هو من المحرك هذا راهو ناجح 1000%، ويجيب 200 حتى 250 ميل حتى 300 ميل تاعو كي تساعدوه فيها بركه. ما فو با تقولوا هذا ماهوش محرك، كل محرك عنده اندوري دفي، وحنايا نحسبوا باللي السياره لازم تبقى لنا 100 سنه ولا 50 سنه اندوري دفي. في الاوروب اندوري دفي تاعها 5 سنين 5، كي كثروا 6 سنين يبدلوا، وحنا هنا هما يسون بور لا كونسوماسيون، بس الوزنوات تاعهم تخدم كلش يخدم، وحنا لا تحكم حاجه لازم تجيب له واحد ثاني يموت هو معاها. خوتي الانسان اللي قلت لكم ايه راه خسر تقريبا 11 مليون بالريفيزيون بكلش، وباقيه تسينيالي. والمشكل هو بسيط جدا جدا، اللي ما تبهوش كاين بزاف جماعه اللي ما تبهوش ليه، وانا رايح نعطيكم ان شاء الله الحل تاعها باش لا لامب ما تجيش تسينيالي وما تجيش دير البيب هذاك، دير البيب وتطفى ولا تشعل وتطفى. روحوا المانو هذا لك تشوفوا فيه، هذا المانو تاع الزيت، سنسور تاع الزيت، فيش واحده هنا، شوف واش ندير دسميت. اشرو مانو ما تشروش هذا في الدوريجين، اشرو مانو كما هذا تاع 307 اتش دي، ولا تاع موتورو كان اتش دي 307 1.6 اتش دي. شوفوا الفرق، شوفوا لهنا كيفاش مدايرين، شوفوا لهنا لافيش راهي تلصق، نزيد نوريكم مليح كيف ما كان حتى فرق. ان شاء الله كي تبدلوا هذا المانو، وهو يجي قدام عاد تفتح الكابو راهو يبان لك، يجي تحت هذا الكابتر، تحت كابتر تاع الديفازر، هذا كابتر تاع لي ديفازر، هذا هو اللي يريقل، هذا يريقل هذا، وكاين واحد اخر منا يريقل هذا، كاين تاع
لينتاك وكان ليكزوس. كان واحدة تلقى فيها إن هي إنتاك، وكان تلقى واحدة فيها إكس هي إكزوس. إكزوس هي الشاتمة، وإنتاك هي لادميسيون. وحنا نقولوا لانجكسيون، بالدارجة نقولوا لانجكسيون باش الناس تفهم باللي هذه جهة تاع لانجكسيون. بدلوا هذا كما قلت لكم تاع 307 اتش دي، راهو كيف كيف، ما تخافوا ما يدير لكم حتى مشكل، ركبوه. ركبوه بجوان تاعو، اعطوه لا فيه جوان، اعطوه السراج تاع اللازم مش بالقوه، ركب لا فيش راهي تجي ثاني، خاطرش مع كل كيف كيف. راهي تركب لا فيش وتجي وما تنحش وما يدير حتى مشكل، وان شاء الله لي لامبا تاع الزيت تبقى شاعله ولا ترمش، راهي ان شاء الله بربي ان شاء الله تروح لكم. وكاين كاين اللي راهو علموني بزاف، علمني انسان اللي نسال عليه من مسطى، اللي قال لي راه رانا بدلنا هذا السماح وراهي نجحت تاع 307. مالا خاوتي جربوا، وهذا هذه البياسة، هذا المانو تاع الزيت مش غالي، كي كثر يدير واحد 200 و 250 الف. انا نخسر 250 الف خير من اللي نخسر ديفازير ونفتح الموتور وشقلاله والخساره كبيره، وهي الا في مانو. جربوها ان شاء الله وراي ناجحه بربي، ورجعوا لنا ان شاء الله. خاوتي ما تنساوش تشاركوا في لاشان حميد ميكانيك، وابوني فو، وخلوا ماذا بيا تخلوا لي كومونتير، ولا نجحتكم دبوش اوراي ثاني تقدروا لاصدقائكم ولا كش معكم دي زابرونتي ولا الميكانيسيان تعلم. ربي ثبتنا على القول الثابت في الدنيا والآخرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.